السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة عبد الله البركاني. اليوم هذا ثالث يوم العيد وجيت عاوتاني كذلك عند جيراني الله يكثر خيرهم والله يبارك فيهم. جيت باش نقلع شوية مزاح وراني طلعت مع الشجرة باش نقلع شوية مزاح إن شاء الله. إيوا هاد النهار غادي نقلع ليهم وليا مع جايب عيد. ها هو بارك الله ما شاء الله. ما بغيتش نخليه يبس قلت لهم بعدا نقلعوه باش ناكلو حسن ما يبقى يبس. يا رب درت المغامرة اليوم. وصلت عبد الله؟ طلعت مع الشجرة. المهم غادي نهود. صافي رشيد الله هود باش نشدك. الله هود عبد الله انا قابضك عندك طيح حدا راسك. بسم الله يا ربي. الله تبارك الله ما شاء الله. غادي نمشي عاد انا لقيت شويه من هيه عاود. المهم غادي نخرفوا هاد المزاح كامل اليوم باش غادي غير يخسر في الشجرة الانسان يدلعو باش ياكل. نقلعو عاد بسم الله. قال لي طايب نقلعو لكم عاد البارح صومت هذيك وحده فيها ولود خاشي مزاح ولا كملتوه. ربيعة راسكم شتوك شرات راه قريبه درك عندي خاوي هاد الحبات ناكلوهم. لا هادو راني نقلعهم ليكم. واه احسن ناكلوهم. ها قلعوا تاكلوا وناكلوهم بعد. قلعوا تاكلوا ضاع ضاع ياك عبد الله قلت لك ضاع ضاع بعد ناكلوا هاد الحبات. يا ما تجيش راه تكون فوا ولا عند البركمان. واه تكون قدام قلت لها دوك البركمان. واه وكل عام تجي مسكينه كعارف الصحه تاعها. تجي مسكينه واخا هكا يابسين ما يتيقوكش. نقول لك راه كلاو ما نيش تعرف الناس انا نقلع بعدا هاد اللي انا شادك عبد الله يبقى هكا ياك كلو ما دوك اللي يابسين هذوك تما يبقاو صافي. غير هادو اللي حيين ولا عبد الله بحال هادو. ها شوفوا بحال هادو زينين. ها هادو زينين ملاح وطايبين حلوين تبارك الله. تبارك الله انا شادك. واه هما هادو طايبين بحال هادو اللي تكلو ما يبقاش الشجره طايطه. نقرس ولا واحد شويه نشوف بيان. ها الله لا تخرفه ديال المزاح. واه ها هو واحد ما يبانوش مع هذا الاخر الغروب. ماشي الغروب هذا الورق ديال الشجر يدرب الظل. ها هو تبارك الله هذا رقيق وقداك اللي فهاديك. ها هو هذا رقيق وحلو ما نشوفش انا هذاك اللي الهرقيق. لا هذاك رقيق بزاف. Thank you.
تبارك الله ما شاء الله. هذا النهار الجو عندنا زين، هذا النهار تات مشمس، وخصنا واحد شويه ديال الشتاء. نطلب الله سبحانه يعطينا الشتاء على قد النفع. امين يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. وعندنا دابا قريب المغرب، ما باقي والو يدي المغرب عندنا في الحقه. جيت هنايا عندهم فلاشيه، واحد شويه غادي يودي ان شاء الله المغرب عاوتاني. هذا النهار فات مزيان تبارك الله ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله الايام المقبله السنوات المقبله يكون خير ان شاء الله، ونتمنى لكم كل خير نتوما وحبابكم والاهل ديالكم، وحفظكم الله وبارك الله فيكم. وغادي ان شاء الله نمشي نوصل هاد شويه مزاح عاوتاني ليها الله صافي. ايوا خوتي خواتاتي، كيما شفتوا راني هذا النهار قلت لكم اليوم الثالث في عيد الفطر المبارك. ايوا جيت عند جيراني الله يكثر خيرهم ويرحمهم الوالدين، مره اخرى قلعت المزاح، كرمونا بهذه الحبه تاع المزاح. الله يرحم ولدهم اللي مات ويوسع عليه في هذا العمر. امين. ويرحم جميع الاموات المسلمين. اللهم امين. امين يا رب العالمين. اللهم امين. والمنظر هنا زين تبارك الله ما شاء الله. هذا الورد وهذه المزاحه كل عام يعني يضوضوني، كل عام خصني نجي عندهم ونلقط المزاح. الصحة والراحة. ها هو المينا واحد شوية بعدا درنا في الباسينة هيها، وهذه اللي فيها كل ما نلم شوية نمشي ندير في الباسينة. والحمد لله والشكر لله، ونقول لكم تحياتي وسلامي وكل احترامي لكم. حفظكم الله وبارك الله فيكم، ومع السلامة في فيديو قادم إن شاء الله. ونقول لكم عواشركم مبروكة، عيد مبارك سعيد، تعيدوا وتعاودوا العقبة العام الجاي إن شاء الله. مع السلامة في فيديو قادم إن شاء الله. صلاة والصيام واحشرنا.